الحمد لله تعالى ولي كل نعمة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث بالخلق رحمة، ورضي الله عن آله وأصحابه الأئمة وعما سار على نهجهم واتبع هداهم وهديهم وأكرمنا فرض عنا معهم يا رب العالمين. حادثة وواقعة فيها عبرة وفيها عظة، فيها نصيحة وفيها توجيه، إذا استمعها الإنسان بتأمل وروية نال ما فيها من خير بعون الله عز وجل. أخرجها الإمام ابن عساكر رحمه الله تعالى، والحافظ أبو يعلى رحمه الله تعالى، وكلاهما من أهل الحديث، ولكن في إسناد هذه القصة ضعف، ولكن فيها عبرة وعظة فنسوقها لما فيها من العبرة. أخرج ابن عساكر وأبو يعلى وغيرهما أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في زمان خلافته عاد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن الصحابيين كليهما. أثناء خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه في الفترة الأولى من خلافته كانت الخيرات قد عمت وانتشرت، وفتحت البلاد على المسلمين، وكانت الأمور على أحسن ما يكون، ثم قدر الله تعالى بعد ذلك ابتلاءات. كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعثمان كلاهما قد كبرا في السن، ومرض عبد الله بن مسعود مرضا شديدا، فحضر عثمان وهو خليفة يعوده ويزوره، فلما دخل إليه وسلم عليه قال: ما تشتكي؟ قال: ذنوب. قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي. يسن يا أيها الأحبة إذا دخل الإنسان إلى المريض أن يسأله عما يشتهيه، فإن تيسر له أن يحضره لك. هذا ورد في السنة بهذا التوجيه، أن يحاول الإنسان القادم الزائر أن يحسن إلى المريض لما استطاع، ومن ذلك أن يسأله عما يشتهيه، فإن تيسر له أن يقدمه له، لعل ذلك يخفف عن الألم أو يخفف الألم الذي أصابه. قال: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي، هذه أهم عندي من مرض الجسد. لهذا فاق الصحابة رضي الله عنهم، ليسوا لأنهم بشرا من طبيعة أخرى غير طبيعتهم، ولسنا لأننا نحن في خلقة معينة غير خلقتهم، ويمكن بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد إذا نوى الإنسان وعزم على ذلك أن يلحق بمسيرتهم العظمى وطريقتهم الجلة، ولكن بالعزم والصدق مع الله عز وجل، وما ذلك على الله بعزيز، ولكن نذكرهم كما قلنا لنحاول التأسي، والله الكريم أن يكرمنا بما أكرمنا. ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قال: فما تشتهي؟ يعني لأحضره لك. قال: رحمة ربي. هذا الذي يشتهي، ما يشتهي متاع الدنيا ولا زخرفها ولا ملذاتها. قال: أفلا أحضر لك طبيبا؟ قال: الطبيب أمرضني. قال: أفلا أحضر لك طبيبا؟ قال: الطبيب أمرضني. من الطبيب؟ هو الذي قال الله تعالى عنه حاكيا عن عبده الصالح إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفيه، فهو المعافي وهو المشافي وهو الممرض وبيده كل شيء سبحانه وتعالى. قال: الطبيب أمرضني. قال: أفلا آمر لك بشيء؟ أعطيك شيئا تنتفع به، يعني من المال. قال: لا حاجة لي فيه. مولى زمينة، رغم أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يعيش عيشة الكفاف التام، الكفاف قلت لكم مرة لا يعني الفقر التام أو المدقع كما يتبادر للأذهان، وإنما الكفاف يعني مقدار ما يكفيه فقط ولا زيادة أبدا، ما يكفيه من طعام وشراب ولباس ومتاع الدنيا بأقل الدرجات فقط ولا زيادة عليه،
ولا يسأل غير ذلك. وهذا معنى الحديث الذي نسمعه مرارا: اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وفي لفظ آخر: اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا. كفافا أي ما يكفيهم بلا زيادة، حتى لا يدخل الشيطان على الإنسان فيبطره نعمة الله عز وجل. قال: أفلا أمر لك بشيء؟ قال: لا حاجة لي فيه. قال: تجعله لبناتك من بعدك. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقدر الله قد رزق إناثا ولم يرزق ذكورا، رزقه الله بنات ولم يرزق بذكور. قال: تجعله لبناتك من بعدك. فقال: الفقر أخشى على بناتي، أنا بخاف الفقر ليش على بناتي، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا، وقد علمت بناتي سورة الواقعة. أنا أخاف الفقر على بناتي وقد علمتهن هذه السورة. والحديث هذا يقول: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. فنظر عثمان رضي الله تعالى إليه وعجب من حاله وصدقه مع ربه عز وجل، ثم خرج من عنده مودعا. ولم يلبث بعدها عبد الله بن مسعود إلا يسيرا حتى توفي رضي الله عنه. ذكر بعض أهل العلم أنه بعيد وفاة عبد الله بن مسعود رزق الله بناته جميعهن أزواجا صالحين فعاشوا بخير ما يكون. لم يقدر ذلك لهن في حياة الأب، والأب ما كان حرصه إلا على دينهن أكثر من دنياهن، فأغناهن الله تعالى بفضله وبثقة أبيهم بالله عز وجل. سبحان الله، كم نحرص اليوم على أولادنا وبناتنا ونخشى أن يصيبهم الهواء كما يقولون، ولكن لا نخشى أن يصيبهم في دينهم ما يضرهم ولا ينفعهم، أن يصيبهم في أخلاقهم ما يؤذيهم ولا يحسن إليهم. لا نخشى ذلك، أو إن خشينا فهي خشية يسيرة. أما الخشية الأصلية عند كثير من الناس فهي الدنيا أن تذهب من بين أيدي أولادنا، وهذا هو الخطأ. قدمت أحبتي أن الحديث في إسناده ضعف، ولكن هذا يندرج تحت ما يسمى بفضائل الأعمال. وقد نص أهل العلم رحمهم الله تعالى من المحدثين كالإمام النووي والحافظ ابن حجر وغيرهما رحمهم الله تعالى على أنه يتسامح في رواية الضعيف في فضائل الأعمال بشروط، منها أن لا يشتد ضعفه، وأن يندرج تحت أصل عام معمول به. أن لا يشتد ضعف الحديث، وأن يندرج هذا الحديث وهذه الرواية تحت أصل عام معمول به. قال: معنى ذلك، يعني ما الأصل العام؟ الأصل العام قراءة القرآن حسنة، فهذا الحديث يشجع على قراءة القرآن. الصلاة أمر طيب، فورد حديث في فضل صلاة معينة أو سنة معينة، فإن كان ضعيفا لكنه يندرج في أصل الصلاة، ليس شيئا جديدا لا يوجد في الإسلام وذكر فيه مثلا حديث ضعيف. فهذه من الشروط التي ذكرها أهل العلم في قضية العمل بالحديث الضعيف. الآن من باب الفائدة يا أيها الأحبة، الليلة في الشرع تطلق من المغرب إلى أذان الفجر، وبالتالي تقرأ سورة الواقعة بدءا من المغرب وانتهاء إلى قبيل الفجر، كل هذا وقت قراءة سورة الواقعة. بعض الأحبة وبعض الأفاضل من العلماء من شيوخنا وغيرهم رحمهم الله تعالى كانوا مثلا يجتهدون أن تقرأ سورة الواقعة بعد المغرب وسورة التبارك الذي بيده الملك بعد العشاء. هذا أمر اجتهد فيه هؤلاء الفضلاء فيما نحسب ونظن من أهل الفضل الذين عهدناهم وغيرهم من أهل العلم، ولكن ليس هناك أي حرج بالمطلق. سورة الواقعة من المغرب إلى الفجر،
وسورة الملك من المغرب أيضا إلى الفجر، ولا يعني يشدد في أن تقرأ بعد العشاء، لا أبدا، أيضا من المغرب إلى الفجر في كل الليل. فليواظب الإنسان على ذلك. العبرة يا أيها الأكارم في هذا الحديث المواظبة على سورة الواقعة من جهة، وتلك الكلمات العطرات الطيبات النابعات من قلب ثابت ومحب صادق لربه عز وجل، من قلب الفاضل الصالح الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود: ما تشتكي ذنوبي وأنت مريض وأنت مسن. سبحان الله، سبحان الله. الإنسان قوي مثلا قد يكون في حال صحته وقوته وماله وكذا وكذا، فينسى كل شيء من أمور الدين تغريه الدنيا. الذي أشتكي من ذنوبي، ما الذي عندك من الذنوب وأنت عبد صالح؟ سبحان الله. ولكن هكذا الصالحون من عباد الله، لعلكم تذكرون البارحة لما تكلمنا عن الاستغفار، لا يشترط أن يكون الإنسان واقعا في الكبائر حتى يستغفر، وإلا لما ورد في الصحيحين أن رسول الله كان يستغفر في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة وفي لفظ أكثر من 100 مرة، وهو العبد الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. سبحان الله. أشتكي ذنوبي، يستشعر الإنسان الذنب بين يدي الله، أشتهي طعام شراب ملذات الدنيا، قال رحمة ربي أن يعافيني أن يكرمني أن ينزل علي فضلا، هذا الذي أبتغيه في الدنيا قبل الآخرة. سبحان الله. أفلا أدعو لك طبيبا؟ وهنا يتجلى الإيمان بأجلى صوره. قال: الطبيب أمرضني. هل يعني ذلك أنه لا يجوز التطبب؟ لا أبدا. ورد في الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. ولكن ورد في أحاديث أخرى أيضا معنى الاستسلام المطلق لأمر الله في قضية المرض: 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. قالوا: من يا نبي الله؟ قال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. إيمان مطلق، تسليم بقدر الله عز وجل. سبحان الله. وما أعظم أن يصل الإنسان إلى تعلق بربه الديان بهذه الطريقة الجميلة، حينها تنعدم أو تصغر في عينيه شؤون الدنيا كلها بملذاتها بأفراحها بأتراحها. الأمور يسيرة يسيرة يسيرة، دنيا دار ممر والآخرة دار مقر، تلك المقصودة وهذه الفانية، المقصودة الآخرة والدنيا فانية. سبحان الله. إذا تعلق القلب كهذا التعلق بمثل شأن هذا الصحابي الجليل، فيا طوبى لمن كان كذلك. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا على قدم الاتباع لنبيك المصطفى وأصحابه البرارة الكرام يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.